طريقة السلف مع القرآن. لا وال يمفي إنه السحابة بين وندر القرآن. هل السلف الصالح تركوا حفظ القرآن؟ إن هر بين في إنه السحابة يم إنه بين أكيد إنه هنجر القرآن. أو حفظ القرآن دون تدبر أو عمل؟ ولا أو بهنجر القرآن تون هر بتسكاك القرآن كوي؟ لا هذا ولا هذا. ونادوندو ونادوندو. كانوا يحفظوا حفظ يومي يومياً. ما أنا بأكيد عن القرآن. يندو يند بهنجر عن القرآن الكريم. و. يتعلموا تفسير هذه الآيات. سبجانج القرآن آية ولا آية ولا كذي صايم صحابة بيم يفتحون بس سبجانج بأندن كونن قال آية والفري. واستعينوا بالله على العمل. بولد رأي الله يمر قل تركونك بجانج. إذا لابد أن نحفظ يكون لدينا حفظ يومي للقرآن. قرآنك بيت نندو نندو هبكو هنجو يمر دفتر الله سبحانه وتعالى. نصحح القراءة أولا. نصحح القراءة على شيخ متقن، نصحح القراءة. هنو جانجيرت القرآن، كو بي جانجين يجونغو تيرنوجو وسلنا نعين، كو هنو جانجيرتها جانا سلنا. نحفظ. هنجرين. ننظر في تفسير مختصر، لا تطالع التفاسير المطولة، تفسير مختصر يكفي. أو نقصى هنجيك آغايني أجانجي جانجي سلي آغايني دارا دفت تفسير، معنى كقرآن فرار وحركو كرأبين ديني وناكو جني. وتستعين بالله على العمل بالقرآن. جو أنتو ما نمبالا سواتي عندي كونن فيري واللي نرى ألا قولي ترغو كونكو جانجورا. نعم، وبهذا يجتمع العلم والعمل والحفظ في وقت واحد. أندو هارون ديري كان جتاتي فوق دفتاي هنجا قول كان يما إيه عنده قول إكتسك قول كان يما قول لتير قول. أهم السور عندنا سورة الفاتحة. كبر ماوند إشارة جاء القرآن فوق ونندين ده كشارة إنتين قول سورة الفاتحة. وكذلك يعني قصار السور من الزلزلة إلى الناس، يعني نهتم بهذه السور وخاصة سورة الفاتحة، لأنه إذا كان الإنسان لا يحسن قراءة الفاتحة قد تكون الصلاة باطلة. نسأل العافية السلام والله أعلم. قوانا نونك أديد إن هيتون دارو قول شورتو قول فاتحة كاجي ما شورتو جرق بدين إمور دي سورة الزلزلة ها هي الفاتحة سيرتو نون سورة الفاتحة قوان نون نت وستايوني أجانغال دون ها سلي سورة الفاتحة نوا وان دي جول دمانين هرا جول دمانين دي سلا باري جول دي ألانا وان دي ألانا أمو هنجاكي والله أجانغال سورة الفاتحة من الزلزلة إلى الناس إمور دي أقصار السور. نعم سورة الزلزلة ها ناس نت وكو بيئو عند أهنجو ديدو هاجن عندكم بفيري أو قول لترى. نعم.